اهدى. بص ابويا يا شيخ العرب، خد طار ابويا يا شيخ العرب، انا في عرض. انا ما لمستش اي حد فيهم يا مولاي. هما مين قطع كل الرز دي جنعان؟ عرب خونه عملوها وقبضوا الثمن. لحسابك جنعاني. لا يا مولاي لا، لحسابك انت ورث مصطفى بيه. مصطفى بيك الله يرحمك. مصطفى بيك اوحش حاجه في الدنيا الخيانه جنعاني. مش اوحش من ضياع الارض والقصب يا مولاي. أرض وقصب ورث مين جن علي؟ ورث مولايا إبراهيم بي. جن علي هجموا علينا وسط القصب زي القطة، رش من الداري ولقيت فيها الغدر والسلاح، ما شفتش غير عنيف. حس الروس حس كأنه ما يحسوا برسيم. لكم كانت لسه في حنك أبوي وأعمام صحة مرة السلطان، لحقت راس أبوي وطرت وافتكرت كلام أبوي هيقول لي لو ضاق الحال بحد فينا روح لشيخ العرب الهمام. كنا هيقولها لي تاني. طرت لحد ما قلبي كان هيسكت من اول الصبح لحد العصر وانا طاير، لحد ما بقيت السهمة ولا شايف. اجري وبس، اجري اجري لحد ما وصلت. عرفت مين هم؟ اكيد مماليك. لا عينيهم زي عينينا وايديهم سمرة زي ايدينا. عرب دلاديل المماليك. ارضكم في زمان مين؟ كانت في زمان مصطفى بيك. تمام يا ولدي، نكرم ابوك الاول وندفنوه وبعد كده ربنا موجود. البلد اللي تدفن فيها ابوك يا ولدي تبقى بلدك. مرحبا بيك، عظم الله اجرك. طول ما ليهم ارض وسطينه ما فيش راحه يا اسماعيل. هيقول لك عرب مش مماليك. اه يا اسماعيل، احنا نسيب الجده ونمسكه في الفرع. جهز حالك نطلع على الججه بكره نزور صالح بيه. حاضر. يا ترى ناوي على ايه؟ لسه المشوار طويل، عاوزها من هنا لهناك. هنا فين وهناك فين؟ احنا ورا النيل يا اسماعيل. ما تخلينا اسبوع في مطرحنا احسن. ما في سبع يضرب قليل ولا سبع. بعدين نحكوا. المهم قول له بولس يخلص موضوع الصندوق ده، ياخد فلوس من كل هوارة يحطه في صندوق كبير نصرف منه على الكل. فاهم؟ فاهم يا شيخ العرب. صباح الخير يا خالة صالح. بص يا حبيبتي، انا مش خالتك، لا انا اخت امك ولا جوزي جوز خالتك. لمي حالك بالادب، انا ما احبش الحديث الكتير. هم انا اقول لك ايه؟ تسكتي تشوفيني تسكتي. عرفاها دي ولا ما تعرفيهاش؟ يعني نبقوا في بيت واحد ونقعدوا ساكتين. اديني قعدت اما اشوف اخرتها. اخرتها خير. بص يا بنتي، شاء ربنا انك تتجوزي اعز الناس ويجمعنا انا وانت بيت واحد، ولانك مرت اعز الناس والبيت ده عندي اغلى من بيت ابوي. مالكيش مني يا بنتي غير الصبر عليكي. والله انا حبيتك من يوم ما شفتك. كدابه يا بنتي، كدابه في اصل وشك. لو قعدت تقوليها من هنا لبكره مش هصدق. انت حر، انا اللي عندي قلته. اسمعي، عاوزاني ابعد ازاي عنك؟ راضي همام وهاتيله العيل قوام دلوقتي. اسمعين قال لك كل عيله ولها كبير، كل كبير عيله له كبير بدنه، واحنا اكتر من 100 بدنه. كل واحد هيطلع من فايض بيته 3 كياس ذهب
يسلمهم لبولس، وبولس يختم في الدفتر. الصندوق ده للكل، للعاجز والمحتاج واللي عاوز يتجوز وما قدرش، للأرملة واليتيم والغريب اللي يلجأ وملهوش حد أيا كان أصله أو دينه أو ملته. اللي عاوز يقوم ويحط في الصندوق يقوم، معوز براحته، بس يملي اسمه البولس عشان أعرف هو مين. خلص الكلام.